عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. نعم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث له مناسبة، كما أن القرآن يقال إيش؟ أسباب نزول الآيات، صح؟ في سبب حدث فنزلت القرآن. في الأحاديث ماذا يقال؟ أسباب ورود الحديث، أسباب نزول القرآن يكون أسباب ورود الحديث. ما من أسباب ورود الحديث؟ يعني ما المناسبة التي وقع فقال النبي صلى الله عليه وسلم بها مناسبة هذا الحديث، فيقال سبب ورود هذا الحديث أن حصل كذا وكذا. واضح؟ ما معنى أسباب ورود الحديث؟ يعني ما المناسبة التي ورد فيها الحديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ وفي هذا مصنف، يعني لا أذكر من كتبه، لكن اسمه هكذا أسباب ورود الحديث، كما أن في كتب صنفت بأسباب نزول القرآن. طيب، ما هو سبب ورود هذا الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر لصبي لها، والذي يظهر من سياق القصة أنها كانت تبكي بكاء شديدا، يعني بحسرة كبيرة على ولد لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فما كان منها وهي بهاي الحالة وشدة الحزن إلا قالت: إليك عني، لم تصب بمثل مصيبتي. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ثم قيل لها: هذا رسول الله. هي ما انتبهت من شدة الحزن اللي قال لك إيش؟ اتق الله واصبري، هذا رسول الله. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تجد على هي بوابين، فقالت: والله يا رسول الله ما عرفتك، يعني من شدة الحزن والبكاء ما انتبهت أنك أنت الرسول اللي كلمتني. قالت: والله ما عرفتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كما هو معلوم أن إنما تفيد الحصر، فما هو الحصر اللي هنا؟ قال العلم: المراد إنما الصبر الذي يثاب عليه المسلم الثواب الكامل العظيم هو الذي يكون إيش؟ عند الصدمة الأولى. لأن الإنسان من طبع النسيان، لو حصلت له الصدمة، خبر وفاة أو حريق أو خسارة شديدة أو يعني مصيبة وقعت عليه في ماله أو في أهله أو في أولاده أو في والديه أو في مثلا عمله، في هذه اللحظة مصيبة كما يقال ساخنة، المصيبة جاءت صدمة. هنا الذي ينبغي أن يثبت ويصبر المسلم عند المصيبة لينال أجره الكامل من الله تبارك وتعالى. أما إذا ذهبت المصيبة ومضى عليها ما مضى وأصبحت في خبر كان وتروى أنه والله حدث، حصل حادث لأولادي، ولا حصل كذا لوالدي، ولا حصل كذا لمالي، المصيبة كما يقال تبدأ كبيرة ثم إيش؟ تصغر تصغر تصغر، فربما بعد ذلك يرويها وهو يتبسم، ها؟ أو يرويها وهو غير متأثر، ثم يقول: الحمد لله صبرنا واحتسبنا، إيش بعد إيش؟ بعد ما لطمت وكسرت وصرخت ومزقت ووضعت التراب على رأسك. لا، الآن عندما تقع المصيبة، صلى الله العافية لنا ولكم، عندما تقع المصيبة والحرارة شديدة، حرارة المصيبة شديدة، تصبر وتحتسب، هذا الذي تستحق عليه الأجر الكامل العظيم. طيب، ما هو الأجر الذي للصابرين؟ هذا ما لم يحده الله عز وجل، فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، يعني بغير حساب المعهود حسب عشان ثالثا، شيء ما يعلمه إلا الله عز وجل. فالصبر أجره وفضله عظيم جدا، لذلك لا يصلح شيء من الدين ولا من الدنيا إلا بالصبر. اسأل من نجح وانظر في حاله، ما وصل ولا نجح ولا تفوق سواء في دينه ولا في دنياه ولا في شهادته ولا في دراسته ولا في زراعته ولا في بنيانه ولا في اختراعه إلا وقد إيش أخوان؟ صبر كثيرا. فذاك يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان، يعني كل بشر، المراد اسم الجنس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخر الصبر لماذا؟ قال: لأن الإيمان
لا يتحقق ولا ينمو ولا يقوى في القلب إلا بالصبر. والعمل الصالح تطبيقه وامتثال أمر الله الذي أمرنا به واجتناب نهي الله الذي نهينا عنه ما يتم إلا بالصبر. وتواصوا بالحق، يعني وصى بعضهم بعضا، وهذا معناه الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يؤذى الإنسان في سبيل ذلك ويتعب لإقناع الناس أو لإرشادهم أو لأمرهم أو لنهيهم. فقال وتواصوا بالصبر، أخر الصبر لأن كل ما ذكر محتاج إلى الصبر، لا الإيمان والعمل الصالح ولا الدعوة إلى الله عز وجل. فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذي آمن وعمل الصالح وتواصل الحق. قال وتواصل الصبر. الصبر أنواع، صبر على المقدور وهي المقدورات المؤلمة، المصائب في الأرواح، في الثمار، في الأنفس، في الدماء، في الأعراض، في الأراضي، في الممتلكات، في سمعة الإنسان، مصائب تقع على الإنسان قدرها الله عليه. فهنا قيل الصبر على المقدور، يعني الأقدار المؤلمة التي تصيب الإنسان. الصبر الثاني قال صبر على المأمور، يعني تصبر تحبس نفسك حتى تقيم المأمورات، حتى تمتثلها. فالصلاة تحتاج إلى صبر، الوضوء يحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج صبر، الحج والعمرة صبر، الإنفاق يحتاج إلى صبر، الأخلاق وتربية النفس عليها يحتاج صبر، الآداب والتمسك بها وتطبيقها يحتاج إلى صبر، بر الوالدين يحتاج إلى صبر، تربية الأبناء والبنات يحتاج إلى صبر. فتجد الصبر يدخل في كل شيء. من ذلك إذا وقعت المصيبة يصبر بحيث لا يجزع لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، لا يلطم لا يشق جيبا، ويصبر على امتثال المأمورات. بقي الصبر الثالث وهو الصبر عن المحظور، يعني ما نهينا عنه نصبر عنه ايش به؟ بتجنبه. وهذا اسهل انواع الصبر. لماذا؟ لانه مجرد كف بين الصبر على المامور عمل لازم ياتي به، فتكف عن الشيء اسهل من تاتي بالشيء. طيب والصبر على المقدور، قال لان الانسان ليس مهم الا ان يصبر، يعني ماذا يفعل اذا ما صبر؟ يلطم، يضع راسه بالجدار، يضع التراب على راسه، يصرخ، يلعن، يشم، ليس معه الا الصبر اصلا. فما عنده اختيار الا ان يصبر. لكن الصبر على المأمور بامكانه يمتثل بامكانه يعرف، ومع ذلك اختار ان يمتثل رغبه فيما عند الله من الاجر والثواب. واضح؟ المحظور كف. صحيح ان في مصائب المقدور كبيره، وفي ايضا بعد مغريات في المحظور كبيره. رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، او تقدم رشوه او شيء محرم من المال بمبالغ طائله مثل ما يسمى غسيل الاموال ولا تجاره مخدرات فيها يعني ارباح طائله واعداد فلكيه كما يقال، من ذا الذي يستطيع ان يضبط نفسه ويصبر ويقول اني اخاف الله؟ هذا امر ايضا فيه صعوبه. لكن بالجملة امتثال المأمور أصعب وأفضل الأجر والثواب من الصبر عن المحظور ومن الصبر على المقدور. إذا هو صبر على ماذا؟ على المقدور، يعني الأقدار المؤلمة التي تصيب الإنسان، وصبر على امتثال المأمور، وصبر على اجتناب المحظور. هذا الحديث في الصدمة الأولى هذا عن إيش؟ المقدور، ما قدره الله. لأن المرأة قد توفي صبي لها وكانت تبكي عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري قاتليك عني لم تصب بمصيبتي. لما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لها هذا رسول الله، قالت والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر الذي فيه كامل الأجر والثواب اللي يكون فيه حرارة مصر عند الصدمة الأولى، مع ذلك إنسان يصبر. نعم.